بونجور عليكم، صباح الخير وربح عليكم. كيف بقيتي ولاباس؟ كيبقاو الميمات هذه اللحظه الحاسمه اللي كاين كلشي على هذا الكانفا السحريه اللي كنا خدمناه مع بعضياتنا. كيف ما شفتوا انا راني هذا هو الاديه الجلاب، انا ما درتش فيها بزاف ديال يعني طولتها، درت لها هي الصدر هكذايا هكذا، هذا هو الطوق هكذا، ودرت لها هي الصدر هذا سيدي، ما بغيت لك ما ملات حتى شي حاجه. وديك السيدات اللي بغاوني ندير لهم نطبق لهم الزواق على الكم، هو غير هذا تنقبطوا الكم مثلا على جوج تتفاصون، دابا نطبقوا على بديك الكانفا التقليديه على جلابتي ونوريكم كيفاش نديروا له، ندير الجويب وندير هذا صرت عندي جلابه سامبل. و وهذا باش نجيب نولي نعاود، حيت سقساوني وعاودت جاني كثير ديال الاسئله على هذا الكانفا الماجيك وفين تتباع. هذه تتباع في اوروبا كلها، هذه طلبوا، انا مازال ما تنعرفش ندير ديك الغابيط منين صوبوا، دابا انا دابا نحطها لكم، ولكن هذو اللي في اوروبا كلهم تتباع عند ديك مالين الخيط ديال اللي تيبيعوا الخيط الغزلافي، وتيبيعوا ديك الخيط ديال التوابات ديال الطرز ديالهم كيف ما قلنا وعاودنا. دابا كلشي ولا لهذا الشيء ديال الطرز، هذه هي، هذه حيت طلبوها مني وعاودوا وعاودوا هي هذه. دابا كيف ما شفتي وانا درت كيما خدمت معاكم وشفتي وتبعنا، خدمنا هاد الدبانه وخدمنا القبيبات، انا درتها هكا اللي يجي كيف ما تتشوفوا هكذا 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 كيما شفتي. دابا الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، دابا هذا هو الظهر، شفتي هذا هو الظهر ديالها. انا فضلت يعني نحط الظهر حيت اصلا تصب بحال الظهر بحال الوجه، وهذه هي هذه. انا حيت اقتصدت، انا حيت باش ما نضيعوهاش الضيعه حرام، بقيت تنقطع منها ديك الكارويات وتنحط تندير عليهم ديك الدبيبنات باش ما يضيعوش. هي هذه كيف ما قلت لكم انا، فين هي الوحيده اللي كنت جربت، هذه هي شفتي، وهذا هو الوجه توضر. هذه كنت انا جربتها قبل ما نخدمها معكم حيت خصني تنكون متقنه من الحاجه، ما خلات لا طبعا لا حتى شي حاجه، خلا ما خلاتش حتى شي حاجه ديال تزولتها غير ميها. مثلا اللي بغى بحال دابا اللي عنده الحرير خفيطه ديال الحرير ولا شي حاجه يحطها كيف ما كان، وهذه يطرزها على الظهر، وهذا هو الوجه شفتي. تبارك الله، علاش تنقول فاش تنعلم انساني هذا ما كاين ما كاينش شي غلطه او شي حاجه، تيجي بحال الظهر بحال الوجه، واخا هو تنكونو تنميزو. ولكن وهذه كيف ما وريتكم خليت هاد السنتيمات هذا من هنا حيت انا نديرها غير بالبرشمان، وماش تجي هكذا جليبه بحول الله. هي هذه جليبتنا صوبنا مع بعضياتنا كلها خفيفه، كل واحد وشهوته. مثلا لو حبيتي ديروا السلسله ديروها، وهذا الكمي هذا الكولف، هذا فاش يجي القب يعني مايل هكذا باش نقلبوا القب، هذا هو ديك الكولف ديالها، هو هذا هكذا باش ما نجي شي تبان شي داكشي، وهذا هذا هو الطوق وهذا هو الصدير. دابا جينا لديك اللحظه الحاسمه اللي كلشي تيعاينها وكلشي، الصراحه انا براسي راني صدمت فيها هكذا، هنا تصدم الانسان بالخير. حنا قلبناها دابا هكذا باش نحيدها باش ماشي نتكفصو على التويب وديك الشيء، باش نديرو لها هكذا قبلتكم هكذايا. ولا ماشي نجيبو زليفه ديال الماء عادي، لا دافي لا صون، زليفه ديال ديال الميه من البزبوز هكذايا، ونديرو انا جبت الطريف ديال الفيطه هكذايا هكذا هكذا، وماش نديرو لها هكذا هكذا باش نزيد الكاميرا باش تكونوا متأكدين. فوالا شفتي، ما تخلي لا الطبعه ولا واش ماشي سحريه هيك، قولوا ها انتم. فوالا فوالا، ما تتخلي لا طبعه لا والو، انا اللي شتي فاش تعجبت. فوالا، وها حنا مسحناها كلشي قبلتكم تيبان باش ما نقولوش الا تنكذبوا ولا ما تندير الاعلان حتى الحاجه، انا هيش بكم التسهيلات كيرات تبارك الله تيخدموا طريزات بديك الكانفا القديمه
والله واش ماشي ماجيك هنا صلعني هذا هي هادي انا هي ماش نعصر هادي باش نحيد ما تخليها تقطع على حاجه ايوا هانتو ما شفتيو هي هادي نكملوا مع بعضياتنا حتى هادي عاوتاني نكملوا مع بعضياتنا هادي هانتو ها هي هادي ويلي تطق تطق خصك مني صوت انا ديك النوبه ها حنا والله واش ماشي ماجيك ها صافي ما تبقى لا طبعه لا حتى شي حاجه دابا ما هبطتش شي استيشوار دابا نوريها لكم من تحت هذا الطبق الاول شفتيه ما تبقى لا طبعه لا حتى حاجه ايوا شفتيه هي هذه الجليله هي هذه حيدنا منها الكانفا ديك الكانفا اللي بالماء ها انتما شفتوا طلعت هي بصح دغيا دغيا حطها لكم ما فيهاش شي لا طبعه لا تشوفوها انتم شوفوا باش تاكدوا فيها شي لا طبعه صلى على النبي حتى حاجه هذا هو الطوق كيف ما قلنا قبيله طالع هكذا وهذه هي فيها لا طبعه صلى على النبي حتى شي حاجه هي هي هكذا ايوا بصحتكم جديد بتيلا صورتي وجديد بتين حتى تشوفوا شفتي هكذا هكذا هو تبارك الله الوجه وهذا طاق بحال بحال وهذا هو النتيجه ديال ديك الكانفا الماجيك اللي حبيت شريها ويتهنى من هذا انا في نظري انا تنخدمها باش نخدمها بالمقلوب مثلا على القفطان ديال الحرير باش نحط لها الكانفا باش نحطها على الوجه على الظهر ونخدم التحتاني ماشي بقى هو الوجه باش ما نحيدوها ما والو تنخليوها في القفطان ونخليوها في كل شيء تتفصل دابا نصوبها ونوريها لكم نخليوها في ديك القفطان ديالنا وكل شيء وصافي ندفعوا الخياط النهار اللي تيتصب انت تحيد داكشي تيدب وحديتو كما شفتيو هو هذاك ايوا نهاركم مبروك وكنتمنى على الله تكون عجبتكم واستفدتي وانا اللي عندي هو الاستفاده الانسان تيشوف حويجه جديده ويستفد ما يبقاش يديك الشيء ديال اللي تيعدو نهاركم مبروك